والله الشركة وضع جدا ممتاز صراحة استحواذ كان في محلة ورؤية ثاقبة نحن اليوم جزء من مجموعة كبيرة لها حضور قوي جدا شركة تتعدى قيمتها السوقية 360 مليار درهم من أكبر الشركات إذا ما كانت الأكبر في سوق ظبي الأوراق المالية لها تواجد وحضور في أكثر من 11 دولة هذا يساعدنا كشركة طاقة لحلول المياه التوسع وتتحول الشركة عقلية الشركة في طاقة بشكل عام من مجرد يعني أنها تعمل أوفر على باور فقط او ووتر فقط الى ان تعمل وان ستوب شوب بمعنى they can offer the full solutions for infrastructure The client can ask for power, can ask for water, and can ask for wastewater in one go. طيب على المدى القصير ما هي الخطط أو على ماذا نعمل في الوقت الحالي في أبوظبي؟ والله في أبوظبي عندنا مشاريع قائمة في إعادة استغلال المياه معاد تدويرها نحن صراحة أعلننا عن شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي قبل سنة تقريبا في إعادة استغلال المياه المعاد تدويرها بمعنى تنقيتها بطريقة أفضل ومن ثم عرضها على القطاع الصناعي وعندنا طلب كبير من المصانع تأخذ المياه هذه في استغلال في استبدالها بمياه المحلاة ومن ثم إعطاء صبغة خضراء لمنتجاتهم green products where they can ask for extra premium. خلينا نسأل حضرتك من القطاع الأكثر طلبا على المياه القطاع الزراعي القطاع الصناعي هناك قطاعات أخرى طبعا القطاع الزراعي هو الاساس في المياه المعاد تدويرها طبعا الاساس في الموضوع هو الاستهلاك الرشيد للمياه بمعنى ان ما نقدر نستخدم مياه محلاة او ديسال ووتر مثلا للاريجيشن للتسقي الشوارع او غيره فتستخدم المياه ريسايكل ووتر ولكن اليوم نحن قفزنا قفزه نوعيه في استهلاك المياه او اعاده استخدام المياه المعاد تدويرها بحيث لأول مرة في تاريخ الإمارات ليس فقط في أبوظبي يمكن في الخليج نحن بدأنا نس... نورد المياه المعاد تدويرها للمزارع الشخصية في عمليات الزراعة وليس في عمليات اللاندسكيبينج او الـ non ايتبل كروبس يعني الاشياء اللي ما تدخل في الاستهلاك الادمي وبدات المزارع تستقبل هذه المياه وتستغنى عن المياه المحلاه او المياه المياه الابار وتبدا في عمليه الانتاج الخاص بالاستهلاك الشخصي او الاستهلاك التجاري على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. سيد احمد خطط التوسع خارجيا وايضا المشروع الاخير في اوزبكستان. توسعاتنا دائما استراتيجيه، نحن ما نلتفت للامور الصغيره، نحاول دائما يعني ناخذ بيج تيكت بروجكتس، طبعا البروجكت الاساس عندنا اليوم باكوره مشاريعنا كان في طشقن، مشروع كبير جدا جدا من الاكبر في أوزبكستان والأكبر في آسيا الوسطى المشروع تتعدى ساعة المليون متر مكعب كمرحلة الأولى مليار دولار قابل للتوسع الى مليار ونص، المشروع الكبير دائما يجيب مشاريع كبيره، الحمد لله نحن بعد ما وقعنا اتفاقيه التطوير، نحن معانا حوالي خمس مشاريع على الطاوله اليوم من جمهوريه اوزبكستان، كلها مشاريع استراتيجيه جذابه للاستثمار فيها، وعندنا مشاريع ثانيه داخل الامارات وفي الخليج وفي منطقه الشرق الاوسط واخرى في مناطق اخرى ياسين ندرسها على حده.